اهلا بيكم حبايب الطلبه اولى وتانيه وتالته ثانوي. يا مستر التلاته؟ التلاته، اصل القاعده بتاعتنا النهارده للتلاته. انا عايز اقول لك قبل ما ابتدي، طلباتك اوامر. افتح كده على البوست اللي قبل الامتحان، لقيت كل الناس كاتبالي مستر مش عارفين نفرق بين وين وين. يا مستر عايزين قواعد وين كلها، عايزين نلمها كلها. النهاردة جايب لك الضربة القاضية في وين. النهاردة جايب لك الضربة القاضية في وين. هنقضي عليها يعني. تمام؟ يلا بينا، جهز ورقة وقلم ويلا معايا سنة بسنة. انا جايب لك كل القواعد اللي بتيجي مع وين. الله يصبحه ويمسيه بألف خير، دكتور كان بيديني في الكلية اسمه الدكتور محمود عبد المجيد، كان يقول على وين دي المحرك بتاع الانجليزي. كان يقول لك اللي يفهم وين دي ويعرف يختارها يبقى فهم تلت الانجليزي. ربنا يمسيه ويصبحه بألف خير، الراجل علمنا كتير خالص، هو علمنا واحنا جايين نعلمكم. يلا بينا، الضربة القاضية لوين. يلا يا غاليين، أول قاعدة لوين، أول قاعدة اهي. مستر الأمثلة دي منين؟ من English Grammar in Use. ايه يا مستر الكتاب ده؟ ده يا فندم الكتاب اللي بيتعلموا منه جرامر على مستوى العالم. في كتاب تاني اسمه English Practice، بس الافضل English Grammar in Use، او انا شايف كده، ده اللي تعلمنا منه، ده اللي كنا بندرسه واحنا في الكلية، English Grammar in Use. ركز بقى معايا شوية. اول قاعدة بيقولك يجي معاها Present Simple، يعني مضارع بسيط. مضارع بسيط يا مستر، مضارع بسيط، يبقى أول قاعدة ينفع يجي معاها مضارع بسيط. مضارع بسيط وفي الحالة دي بتساوي إف. إيه ده؟ ينفع وين يا مستر تساوي إف؟ أيوة يا فندم، في الحالة الصفرية. الحالة الصفرية الإف مضارع بسيط. مضارع بسيط اللي هو إيه يا مستر؟ اللي هو إس أو مصدر. اللي هو إس أو مصدر. طب تعالى نشوف حقائق أهو. When we boil water، لما نسخن المية، ده ايه ده يا مستر؟ مضارع بسيط اهو. It turns into vapor، تتحول لبخار مية. يا فندم وين دي ينفع اشيلها واحط مكانها اف؟ ينفع اشيلها واحط مكانها اف. If we boil water، يعني وين تنفع تساوي اف؟ ايوه في الحالة الصفرية. If we boil water، لو سخنا المية، ها، it turns into vapor، تتحول لبخار مية. ينفع يا مستر عادات حاضرة؟ العادات اللي احنا متعودين عليها، عادة اهو. When I feel tired، لما اشعر بالتعب، I go to bed early، اول ما احس بالتعب بدخل انام. مستر ادي وين ايه؟ مستر هنا بتساوي ايه؟ بتساوي اف. يعني معناها هنا لو if I feel tired، لو شعرت بالتعب، I go to bed early، اروح انام على طول. ده ايه ده يا مستر؟ وين ينفع يجي معاها مضارع بسيط؟ مضارع بسيط. سجلت عندك اول نقطة عشان دول النقط كتير خالص، مش انت عايز تلمها وتحبكها وتجيب وين في شوال؟ انا هجيبها لك في شوال. يلا يا ريس. يبقى اول حاجة بتساوي اف، مضارع بسيط. مضارع بسيط. تعال نشوف اللي بعديها. ينفع present continuous، يعني يا مستر يعني مضارع مستمر. مضارع مستمر، ها، present simple، مضارع بسيط. ده مع ايه يا مستر؟ مع العادات الحاضرة برضه اهو. عادات حاضرة، حاجات بتعملها، حاجات معاصرة. When I am walking to school، وأنا رايح المدرسة.
دايما وانا رايح المدرسة ايه اللي بيحصل ده؟ هو ده مستمر اهو. وانا رايح المدرسة I stop to buy something to eat. اقف كده عشان اشتري حاجة كلها. يعني ينفع مضارع بسيط، مضارع بسيط ينفع مضارع مستمر، مضارع بسيط لو كان الفعل ده فيه استمرارية، عادات حاضرة. تعال نشوف واحدة تاني. Present simple يعني مضارع بسيط. Future simple يعني مستقبل بسيط. ركز كويس معايا. أو be going to اللي هو المستقبل برضه. يا مستر ده جزء من الرابط الزمني. فاكر قاعدة الرابط الزمني؟ اه يا مستر فاكرها كويس. كانت بتقول ايه؟ اهم قاعدة في المنهج انا اخدها ورا دي على طول. كانت بتقول ايه؟ قبليها مستقبل وامر، بعديها مضارع بسيط او مضارع تام. هنا ماسك المضارع البسيط بس. اهو بيقول لك حدثان في المستقبل بدون فاصل زمني. بس ورا وين؟ ورا وين؟ مضارع بسيط مش مستقبل اهو. When I see him لما قابله، ايه ده؟ ده مضارع بسيط بس بيعبر عن المستقبل اهو. حدثان في المستقبل بدون فاصل زمن. حدثان في المستقبل من غير فاصل زمن اهو. لما قابله I'll tell him the news. لما قابله هقول له الاخبار، هحكي له على اللي حصل. When I phone her لما اتصل بيها I'll ask her about the party. هسألها عن الحفلة. اسمع تاني. حدثين في المستقبل بدون فاصل زمني. لما هتصل بيها هسألها عن الحفلة. اهو حدثين في المستقبل من غير رابط زمني. الاولاني بيتعمل مضارع بسيط، مضارع بسيط. طب والتاني يا مستر؟ ويل والمصدر او ام ويز وار جوينج تو والمصدر. تعالى نشوف اللي بعديها. رابط زمني اهم قاعدة في المنهج. ليه بتقول عليها كده يا مستر؟ ودايما كل ما اجي اشرح زمن الطلبة بتوعي عارفين ان انا لازم اجيب سيرة الرابط الزمني. هو الرابط الزمني ده يا مستر؟ قال لك اي رابط زمني. اي رابط زمني زي ايه يا مستر؟ زي after، زي before، زي by the time، زي until، زي till. اي رابط زمني قبليه مستقبل او امر، مستقبل او امر. مستر بعديه مضارع بسيط او مضارع تام. اي رابط زمني، اي رابط زمني. خد بالك في رابط دايما بتنساه اسمه the moment. دايما بتنساه. قبليه مستقبل وامر، بعديه مضارع بسيط او مضارع تام. اهو مضارع بسيط او مضارع تام. اهو ده مضارع بسيط او مضارع تام. ها يا مستر مضارع بسيط او مضارع تام. النص التاني مستقبل او امر اهو. فيوتشر سيمبل اللي هو المستقبل اهو او امر. ركز كويس. When I finish مستر مفيش فرق بين مضارع بسيط ومضارع تام. مفيش فرق يا فندم، الاثنين صح. When I finish او have finished لما خلص I'll call you هتصل بيك. اهم قاعدة في المنهج. عارف ليه اهم قاعدة في المنهج؟ عشان انا ممكن اشيل وين واحط رابط غيرها. ركز كويس. طب يلا يا مستر. When I finish أو have finished I'll call you. When I complete أو have completed my studies لما خلص الدراسة بتاعتي I'm going to travel abroad هسافر برا. I'm going to travel abroad. ده ايه ده يا مستر؟ الرابط الزمني أهم قاعدة في المنهج. قبليها مستقبل أو أمر، بعديها مضارع بسيط أو مضارع تام. أدي وهنا هي عشان ما تنساهاش. قبليها مستقبل وامر، بعديها مضارع بسيط او مضارع تام. طب ركز تاني معايا. يمكن احيانا استخدام شكل اخر من المستقبل زي المضارع المستمر. ما ده يعتبر مستقبل عادي اهو. When I graduate
لما اتخرج. انا مستر I'm planning، ما ده مستقبل. انا مخطط to travel abroad، هسافر بره، ما ده يعتبر مستقبل عادي يا مستر اهو، ده يعتبر مستقبل. اسمع تاني، when I graduate، لما اتخرج، ها I am planning to travel abroad، ناوي اسافر بره، ما ده يعتبر شكل من اشكال المستقبل. present simple يعني مضارع بسيط، مضارع بسيط، ها مستر. future continuous يعني مستقبل مستمر. بتكتب معايا مضارع بسيط مستقبل مستمر، عندما سيصل ابي سأكون هكون بعمل، ما المستقبل المستمر علينا في يونت 3، هكون بعمل اهو. when my father arrives ده مضارع بسيط اهو. I'll be doing my homework، هكون بعمل الواجب. I'll be doing my homework، هكون بعمل الواجب. ده ايه ده مستر؟ اهو مستقبل مستمر. يبقى ينفع present simple، ينفع بعديها future continuous، هكون بعمل، معنى المستقبل المستمر هكون بعمل. present simple يعني مضارع بسيط، مضارع بسيط، ها future perfect. ايه ده يا مستر؟ علينا برضو في unit 3، بس انتوا اللي اصريتوا نلم وين كلها قبل ما ناخد الجرامر بتاع يونت 3. ايه يا مستر؟ ده المستقبل التام، مستقبل تام، فعل سوف يكون قد تم قبل وقت معين اهو. فعل سوف يكون قد تم قبل وقت معين، قبل يوم الجمعة اللي جاية هكون امتحنت، هو ده هكون امتحنت. امال اللي قبليه مستقبل مستمر، هكون بعمل في التوقيت ده، هكون بعمل، لكن ده يا مستر فعل سوف يكون قد تم قبل وقت معين، قبل الميعاد ده، باي نيكست كريسماس، قبل الكريسماس اللي جاي، I'll have traveled abroad، هكون سافرت بره. طب يلا يا مستر اهو، عندما يصل ابي سأكون قد انتهيت من عمل الواجب اهو. when my father arrives I'll have done my homework، هكون خلصت الواجب. لكن I'll be doing، اما يجي باباي انا هكون بعمل. الفرق بين المستقبل المستمر والمستقبل التام، المستقبل المستمر هكون بعمل، المستقبل التام هكون خلصت. طب ركز كويس معايا، present simple future perfect continuous، ايه ده يا مستر؟ يعني ركز معايا، مستقبل تام مستمر، مستقبل تام مستمر. when my father arrives ادي مضارع بسيط نفس الجم، I'll have been doing my homework for 3 hours، هكون بعمل الواجب اهو، مستقبل تام مستمر، هكون بعمل الواجب او قائما على عمل الواجب اديلي 3 ساعات وما خلصتش. هكون بدأت اعمل الواجب من 3 ساعات وما خلصتش. when my uncle retires لما عمي يتقاعد، next year he will have been working there for 30 years، هيكون اديله 30 سنة شغال في الشركة دي اهو، مستقبل تام مستمر. تكوينه يا مستر will have been والفعل في ing. طب ركز تاني معاي، past simple past simple، دخلنا بقى في قواعد الماضي، دول المفروض ان احنا خدناهم كلهم. past simple past simple يعني ماضي بسيط، ماضي بسيط، ماضي بسيط، ماضي بسيط. امتى يا مستر؟ لما تبقى عداد في الماضي، لما تبقى عداد في الماضي. when I was young وانا صغير، I usually مستر usually بتعمل ايه هنا؟
يوجوال دي عرفتني ان دي عادة يا مستر. دي كلمة دل على المضارع يبطل مفعول المضارع لو في جملة ماضي يبطل كأنها مش موجودة. دي عرفتني انها عادة في الماضي بس. I usually went to school on foot. وانا صغير كنت بروح المدرسة على رجلي. يبقى بتعبر عن عادات في الماضي. بتعبر عن ايه تاني يا مستر؟ حدثان في الماضي بدون فاصل زمني. ما لو حصل فاصل زمني القديم بنعمله ماضي تام واللي وراه ماضي بسيط اهو. When she saw the snake. لما شافت التعبان. She ran away. ايه ده يا مستر؟ ادي ماضي بسيط. ماضي بسيط. حبيبي ده ايه ده؟ تقارب زمني. تقارب زمني. مفيش اصلا فترة بينهم. لما شافت جريت. هو محتاجة تتفرج عليه شوية ولا ايه؟ طب يلا. When I opened the door. اول ما فتحت الباب. The cat jumped out. القطة نطت. ايه يا مستر؟ تقارب زمني. ادي ماضي بسيط. ماضي بسيط. تقارب زمني. الحدثين فيهم تقارب زمني ورا بعض اهو. حدثين في الماضي بدون فاصل زمني. من غير فاصل زمني. نمبر 9. Past simple, past perfect. غالبا ما يكون الحدث الثالث اقدم حدث اللي هو الماضي التام. اهو غالبا ما يكون الحدث الثالث ماضي تام. غالبا ما يكون الحدث الثالث ماضي تام لانه اقدم حدث لانه اقدم واحد. غالبا ما بيبقى ماضي تام لانه اقدم واحد. When I saw her لما شفتها. I remembered. ادي ماضي بسيط. وادي ماضي بسيط. I remembered that we had met before. افتكرت ان احنا اتقابلنا قبل كده. ده اقدم حدث. اقدم اهو. اقدم حدث. ده اقدم حدث. When I arrived home. لما وصلت البيت. I realized. انا ادركت. That I had forgotten my mobile at work. لما روحت البيت ادركت ان انا نسيت الموبايل في الشغل. فين اقدم واحد؟ اهو الماضي التام. اقدم حدث. يعني ينفع يا مستر وين يجي معاها ماضي بسيط. ماضي بسيط والتالت هيبقى ماضي تام. غالبا ما بيبقى الحدث التالت ماضي تام لانه اقدم حدث. طب تعالى تاني. Past perfect يعني ماضي تام. Past perfect أو past simple أو ماضي بسيط. يعني ما لقيتش ماضي تام بختار ماضي بسيط. ما احنا خدنا من ضمن استخدامات الماضي البسيط ان بيحل محل الماضي التام لما ما يكونش موجود. طب والنص التاني past simple. طب في الحالة دي بتساوي مين يا مستر؟ في الحالة دي بتساوي after. الحالة دي بتساوي after. حدثين في الماضي بينهم فاصل زمني. يعني واحد اقدم من التاني. الماضي التام بيعبر عن ايه؟ حدثين في الماضي. القديم ماضي تام واللي وراه ماضي بسيط. طب اهو حدثين في الماضي بينهم فاصل زمن. When I had done. تنفع had done وتنفع did يا مستر. ماضي تام او ماضي بسيط. My work. بعد ما عملت الواجب. I went to bed. دخلت انام. انت عارف هنا وين معناها ايه؟ معناها after. معناها after. When. ركز كويس. When I had done أو did my work. اول ما عملت الواجب. اللي حصل بعديها. I went to bed. في فاصل زمني. When she had written أو wrote the letter. بعد ما كتبت الجواب. She went out to post it. طلعت عشان تبعته. عشان ترسله في البوست اوفيس. اسمع تاني معايا. ينفع وين تساوي after. في الحالة دي يا مستر بيجي بعدها ايه؟ ماضي تام او ماضي بسيط. طب والنص التاني يا مستر؟ ماضي بسيط. طب ركز تاني معايا. ينفع يجي معاها ماضي بسيط والنص التاني ماضي تام. وكده بتساوي مين؟ بتساوي before.
يا مستر يعني هي ينفع تساوي اف وينفع تساوي افتر وينفع تساوي بيفور وهناخد كمان شويه ينفع تساوي وايل اهو بعديها يا مستر بعديها باست سيمبل ماضي بسيط طب والنص التاني باست بيرفكت ماضي تام طب يلا يا مستر الاجتماع بدا قبل وصوله وين اي ارايفد ذا ميتنج هاد بيجن يعني يا مستر يعني ده اللي حصل في الاول ده الاقدم طب وده يا مستر ده اللي بعده يعني ده رقم واحد طب وده يا مستر رقم اتنين I didn't catch the train انا ما حصلتش القطر because when I arrived لما وصلت at the station the train had left يا فندم بعد وين اهي جي ماضي بسيط بعد كده ماضي تام الماضي التام بيحصل قبل الماضي البسيط اكتب اهو الماضي التام بيحصل قبل الماضي البسيط الماضي التام بيحصل قبل الماضي البسيط تمام ماشي يا مستر باست سيمبل يعني ماضي ايه ماضي بسيط past continuous يعني يا مستر يعني ماضي مستمر حدث كان مستمر في الماضي عندما قطعه حدث اخر لو مضايقاك كلمة قطعه حدث وسطه اهو حصل وسطه حدث اخر بلاش قطعه عشان بتروشك كلمة قطعه اهو when I saw her لما شفتها She was walking to school. هي كانت ماشية رايحة للمدرسة. أنا شفتها في وسط الحدث. أنا شفتها في وسط الحدث. أهو الماضي البسيط بيحصل في وسط الماضي المستمر. طب تاني. When the phone rang. لما التليفون ران. I was taking or having a shower. أنا كنت باخد حمام. مستر التليفون ران في وسط الحدث. بلاش قطع اهو الماضي البسيط بيحصل وسط الماضي المستمر اكتبها عشان ما تنساهاش الماضي البسيط بيحصل وسط الماضي المستمر بيحصل في النص الماضي المستمر when I saw her لما شفتها she was running هي ما بطلتش جاري انا شفتها في وسط الحدث انا شفتها في وسط الحدث يبقى ينفع يجي معاها past simple past continuous past simple past continuous طب يلا يا مستر ينفع past simple يعني ماضي بسيط والنص التاني past perfect continuous اللي هو الماضي التام المستمر اللي هو had been والفعل في ing علينا الوحدة التانية برضو علينا الوحدة التانية past simple past perfect continuous طب يلا يا مس when my uncle retired أول ما عمي تقاعد last year السنة اللي فات he had been working there for 30 years كان أديله 30 سنة شغال في المكان ده when I saw her لما شفتها She had been running. هي كانت بتجري بس المفروض أكمل. For مثلا 2 hours. كان أديلها ساعتين بتجري. يبقى ينفع past simple past perfect continuous. بص على اللي جاي. ينفع past continuous past simple. يا ده انت افتكر وقال الهالك. هي هنا بتساوي وايل. بس لو حط هي وايل في الاختيارات هنختار وايل نختار الأساسية يعني نحطها حط ماضي مستمر بعد كده كومة ماضي بسيط يعني لو رجعت للأمثلة بتاع الكتاب ده بيست هتلاقيه حاطط وين ووايل مع بعض هنختار وايل هنختار الأساسية هنختار الأساسية طب يلا when he was climbing up the ladder وهو طالع السلم مستر هنا ايه هنا كأنها وايل He was climbing up the ladder.
he fell down وهو طالع السلم راح وقع. حدث مستمر وحدث قطعه اهو. حدث تم في الماضي اثناء استمرار حدث في الماضي. تمام. When I was watching the match وانا بتفرج على المباراة on TV the lights went out النور قطع. حدث مستمر وحدث حدث وسطه او قطعه. حدث وسطه او قطعه. Past continuous ينفع ماضي مستمر. ماضي مستمر. طب ما دي يا مستر بتساوي مين؟ بتساوي خالتك وايل برضه. بتساوي خالتك وايل. طب يا مستر لو حطوهم في الاختيارات واحنا بنحل my new friend كان في ايه؟ كان حاطط وين؟ I was playing. عاملها عادي جدا. الناحية التانية my mother was cooking. ينفع عادي جدا. لكن لو خيرني ما بين وين ووايل هختار وايل. واحنا بنحل جينياس. نيو جينياس. تمام. فاكر الجملة كان حاطط ماضي مستمر ماضي مستمر وحاطط وايل. وايل صح. انا بقول لك ان استخدام من استخدامات وين اهو. استخدام من استخدام وين. واحنا بنحل التوب ستيودنت. فاكر كان جايب ايه؟ اه يا مستر فاكر. حاطط وين وحاطط وايل وحاطط ماضي مستمر ماضي مستمر. كده اختار وايل. كده اختار وايل اهي. يلا يا ريس. When I was playing video games وانا بلعب العاب الفيديو. My sister was revising for her exam. مامتي او اختي كانت بتراجع الامتحان بتاعها. طب يلا. When he was driving he was listening to music وهو سايق سامع الموسيقى. يعني ينفع يبقى نفس الفاعل؟ اه يا طبعا ينفع نفس الفاعل. When I was walking وانا بتمشى I was listening to music سامع الموسيقى. When I was reading the newspaper وانا بقرا الجرايد I was having my tea بشرب الشاي. ينفع الحدثين مستمرين ونفس الشخص؟ اه ينفع الحدثين مستمرين ونفس الشخص. احنا بكده حبايبي الغاليين جبنا وين في شوال. معقولة يا مستر؟ يا باشا راجع في الحتة اللي تعجبك. ده للدرجة دي يا مستر متأكد؟ يا باشا انا بقول لك راجع في الحتة اللي تعجبك. ده كل ما يتعلق بوين. ما بقيش غير حتة كده مألفها وائل ميلاد بتاع المنيا. حد فاكرها؟ ان وين الحدث الوحيد اللي ما بيجيش قبليها مضارع تام او مضارع تام مستمر. يعني يا مستر وانا بحل اول ما اشوف وين اول ما اشوف وين الزمن انا ما قلتش بعديها انا قلت قبليها ما بيجيش لا مضارع تام ولا مضارع تام مستمر عشان تريح تريح وانت بتحل خالص. احذف المضارع التام واحذف المضارع التام المستمر. حبايبي الغاليين يا رب تكون استفدت على قد ما انا تعبت. يا رب انت تكون استفدت على قد ما انا تعبت فيهم. جمعهم كويس حطهم قدام عينيك. انا بدعيلك بدعيلك ليل ونهار ان ربنا يفتح بصيرتك. انا بدعيلك ليل ونهار انك تقدر تلم وتجمع على قد ما تقدر. انا بدعيلك ليل ونهار انك يبقى عندك حكمة في حفظ الكلمات عشان تقدر تجمع كويس. حل معايا القطع كلها ما تسيبش ولا واحدة. حل معايا التراجم كلها لان ده بيخدمنا في المنهج. هم ممكن ما يجوش او يجي زيهم لكن ده بيخدمنا في المنهج. انا بحاول اعمل كل اللي اقدر عليه عشان خاطر اوصل لك المعلومة لحد عندك. اتعب بقى وشد حيلك شوية واعمل كل اللي تقدر عليه. ربنا يكرمكم وربنا يسندكم. اشوف وشك بخير.